بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا شك، بارك الله فيكم، أن الإنسان مطلوب منه في حال التعلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه علم ما ينفع، وذلك لأن تعلم العلم الذي لا ينفع لا يقدم ولا يؤخر، بل قد يكون وبالا على صاحبه. والتجرد في النية وإخلاصها لله سبحانه وتعالى هو أهم وأعظم أسباب الانتفاع بالعلم، سواء من المعلم أو من المتعلم. فينبغي على الإنسان أن يقبل على تعلم العلم وتعليمه وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ويقصد ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في تعلم العلم وتعليمه أجرا عظيما وخيرا وفيرا ومنزلة عالية عنده سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وهذا الرفع إنما هو لمتعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما ينفع الإنسان في دينه. بلا شك هو المقدم عند في هذه الآية. بلا شك صحيح أن الإنسان إذا نوى بعلم الدنيا أو تعلم علم الدنيا وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيحوز أجرا عظيما وخيرا وفيرا، سيحوز أجرا عظيما وخيرا وفيرا، ويصبح عمله طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان تعلمه لعلوم الدنيا. ولكن تعلم علوم الشرع عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي للإنسان أن يأتيها إلا مع تجريدها له سبحانه وتعالى وإخلاص النية فيها لله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة كالصلاة والصوم والصدقة والحج النافلة، من ذلك كله نافلة، والفرض من ذلك كله فريضة. فينبغي أن ننتبه لذلك، نتعلم العلم الشرعي عبادة. فأهل العلم قد اتفقوا على أن تعلم العلم أفضل من سائر النوافل، من سائر النوافل بلا شك، لكنهم اختلفوا فقط في التفضيل بين نوافل العلم ونوافل الجهاد. وقول أو القول الأصح والراجح في ذلك أن نوافل العلم أو تعلم العلم أفضل من نوافل الجهاد. لماذا؟ لأن الإنسان يزكو جهاده في سبيل الله إذا تعلم العلم، ويعظم أجره إذا تعلم العلم. فهكذا بارك الله فيكم، العبادة إذا ارتبطت بالعلم زاد فضلها وعظم أجرها. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وما تحققت هذه الخشية في قلوب العلماء إلا لأنهم تعلموا وعلموا الأدلة القاطعة الساطعة الواضحة في عظمة الله سبحانه وتعالى، وعظمة خلق الله، وفي عظمة أمر الله، وفي عظمة حكم الله، وكيف أن الأحكام جاءت متسقة متناسقة، لا ينقض شيء منها شيئا آخر. فلذلك تحققت الخشية في قلوبهم،
وأصبح خوف الله قرينهم ورجاء فضله سبحانه وتعالى. فإذا العلم يحقق الخشية في القلوب ويقرب من الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، ويجعل الإنسان قريبا من ربه، خائفا من ذنبه، عالما بحق الله سبحانه وتعالى عليه. فلذا نرى أن عظم علم الصحابة بالله وبرسوله جعلهم في صفوة الخلق بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد أنبيائه صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب محمد هم خير الناس بعد الأنبياء الصالحين، ثم بعد ذلك من يليهم من التابعين والصالحين بعدهم وتابعيهم. عندما ترى عبادة الإمام أحمد وزهده وخوفه من الله سبحانه وتعالى، تعلم أن ذلك لم ينتج إلا بعلم نافع. ولذا نرجع فنقول: الله الله في الاطراح بين يدي الله وسؤاله والتضرع واللجوء إليه والانطراح بين يديه وطلبه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا لأن العلم النافع بارككم الله، العلم النافع يورث العمل الصالح ويجعل الإنسان يعرف ما يجب عليه وما يجب له. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم علما نافعا، وأن يرزقكم مع العلم النافع الإرادة والهمة وحسن العمل والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن العلم النافع إنما يتحقق بارككم الله إذا رزق الإنسان معه إرادة وهمة في الطاعة. وأما إذا رزق أو كان الإنسان مع علمه كسولا، فينبغي عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويه على طاعته، لأنه لا فضل إلا فضله ولا خير إلا خيره. فينبغي على الإنسان أن يطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويجأر إليه بالدعاء، ويتقرب إليه بالرجاء، لكي يحقق ما يطلبه من علم نافع وعمل صالح. كانت هذه مقدمة بسيطة بين درس اليوم، بين يدي درس اليوم. في ما مضى كنا تكلمنا على باب الغسل، وتكلمنا على حكمه وما يوجبه، واليوم نتكلم على صفته. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن لهذا الغسل التسمية. وطبعا عند البدء، وقد سبق معنا أن المؤلف قال في الوضوء أن التسمية واجبة، وبينا الراجحة هناك بأن التسمية سنة، ومعنى ذلك أنها ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها في وضوءه وغسله وفي شأنه كله. وقد وردت أحاديث كثيرة، وإن كانت لا تخلو من ضعف ولكن بعضها يقوي بعضا فيجعلها في محل الاحتجاج، لا على الوجوب وإنما على الاستحباب بلا شك. قال بعد ذلك: وأن يدلك بدنه بيديه، يعني يسن أيضا في الغسل عن الجنابة الغسل الواجب بجميع أشكاله، كغسل المرأة الحائض، غسل الجنابة بجميع موجباتها، وما يوجب الغسل من موجبات أخرى، أن يدلك بدنه بيديه. وهذا يعني لأن الدلك أكثر تنظيف ويزيل ما يعني يعلق بالجسم
مما يعني يوسخه ويقدره، ولكن هذا الأمر ليس بواجب، لأن الأحاديث التي مرت كحديث ميمونة في صفة النبي غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث أم سلمة الذي فيه إن امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وهذا يعني ثم قال بعده ثم تفيضين عليك الماء، ثم تفيضين الماء عليك، أو تفيضين عليك الماء فتطهري، فبين أن الإفاضة كافية ولم يأمرها بدلك أعضائها. ولا شك أن الدلك أمر زائد عن الإفاضة، أمر زائد، ويدل على هذا الحديث على إجزاء صب الماء ولو لم يحصل معه الدلك. يقول المؤلف قال ويفعل، يعني يسن أن يفعل كما روت ميمونة قالت، وهذا نص صاحب المختصر، سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يده أو غسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجله. هذا كلام صاحب العمدة، وهذا حديث مشهور، وهو الغسل الكامل المستحب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم، وفيه تفصيل أنه بدأ بغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله وغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، كأنه إنما فعل ذلك للتنظيف، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه. وهذا كما ذكرنا صفة الكمال، صفة الكمال، لأن الغسل له صفتان، صفة الكمال هذه وهي أن يسبق الوضوء الغسل، كما وصفت ميمونة عليها رضوان الله تعالى. وأما الصفة الثانية فهي الاجتزاء، أو صفة الاجتزاء، الاجتزاء بالواجب، يعني أن يفيض الماء ويجعل على بدنه ويجعل الماء يصيب جميع أعضائه، هذه صفة أجزاء، كما لو يعني انغمس في البحر، كما لو انغمس في النهر الجاري. لكن لو سألنا سائل فقال هل أغتسل في مسبح من الجنابة، في بركة، في حوض من الجنابة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل أحدنا في الماء الدائم الذي لا يجري، في الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا؟ لأن سيترتب عليه تقذيره، ولكن الماء الجاري مثل البحار مثل النهار يمكن الإنسان أن ينغمس فيه. طيب كم ينغمس لكي يكون قد فعل الغسل المجزي؟ غمسة واحدة، إذا غطته الغمسة الواحدة كاملا فإن هذا غسل مجزي، كما إذا أفاض الماء بصنبور الغسل، أو ما يسمى عندنا بمصطلحنا الدش، إذا أفاض الماء على جميع بدنه فهذا غسل مجزي، لكن الكامل هو ما ذكرته قبل قليل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. طبعا الأصول هي منابت الشعر في الجسد، الواجب غسل الشعر والبشرة التي تحت الشعر، لكن إذا كان الشعر له جدائل مضفورة مشدودة قد لا يدخل الماء في وسطها، فهل أو لحية كثة كبيرة قد لا يدخل الماء في وسطها، فهل يلزمه أن يدخل الماء ولا يعتبر قد فعل
الغسل الواجب إلا إذا أدخل الماء داخل الضفيرة أو أدخلت الماء داخل ضفيرتها أو أدخل الماء الرجل في لحيته الكثة وتأكد أن الماء وصل إلى كل شعرة من شعره الذي يظهر أنه إذا وصل إلى أصول الشعر فهذا كافي بإذن الله. وهذا في حديث أم سلمة السابق الذي ذكر المؤلف إني امرأة أظفر شعري أو أشد ظفر رأسي أفأنقضه؟ قال لا، للجنابة طبعا، قال لا للجنابة ولغسل الحيض ولغسل النفاس، هذا كله من الواجب. يقول المؤلف وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. طبعا عندنا هنا مسألة مهمة وهي متى يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، متى يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء؟ هذه لها أحوال عدة. أما إذا اغتسل الإنسان للجنابة وهو ينوي رفع الجنابة وفي نفس الوقت وفي ذات الوقت ينوي رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، فكلام المؤلف أمامنا الآن إن إذا نواهما ارتفع. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا، كنتم جنبا فتطهروا. فالتطهر هنا في قوله إن كنتم جنبا غسل الجنابة، فأمر من كان جنبا أن يغتسل. فإذا نوى الإنسان بغسله الجنابة التطهر للصلاة ارتفع الحدث الأصغر والأكبر، إذن هذا حال ثاني، من نوى رفع الحدثين ارتفع. إذا كان عليه حدث أكبر ونوى أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر يرتفعان. الحالة الثانية أن يغتسل ينوي أن يتطهر للصلاة أو يتطهر للطواف أو يتطهر لأي عمل وأي طاعة، فنقول هنا يلزم فيها الوضوء طبعا، فنقول هنا أنه يرتفع الحدثين، يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لكن السؤال لو أنه فقط لم يطري أو لم يخطر على بال شيء من هذا وإنما اغتسل وهو يريد رفع الحدث الأكبر فقط، فهنا القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان اغتسل عن طهارة واجبة، عن طهارة واجبة غسل واجب، فإنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. أما إذا كان غسله عن لطهارة مستحبة فلا يرتفع الحدث الأصغر. لماذا؟ لأن الحدث الأصغر له صفة، أولا رفع الحدث الأصغر واجب، وهذا إنما فعل أمرا مستحبا، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحدث الأصغر له صفة أنزلها الله في كتابه في طريقة رفعه، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فرتب وعين الأعضاء التي تغسل في الوضوء ورتبها، وهو في غسله لن يأتي بهذه الصفة، فلذا لابد أن يأتي بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ناهيك عنه إذا كان يريد باغتساله التبرد أو التنظف لمجرد التنظف أو التبرد، فهذا أكيد أنه لا يرفع الحدث الأصغر، لا يرتفع الحدث الأصغر، إلا إذا توضأ أثناء غسله، إذا توضأ أثناء غسله يرتفع الحدث الأصغر. وكذلك الذي اغتسل لصلاة الجمعة هذا غسل مستحب، لا يرتفع الحدث الأصغر إلا إذا توضأ أثناء غسله. أما أن الغسل يرفع حدث الأصغر لا، لماذا؟ لأن الوضوء طهارة واجبة وهنا هو يفعل طهارة مستحبة. طيب السؤال متى إذا ترتفع يرتفع الحدثان؟ إذا اغتسل وهو ينوي الحدث رفع الحدثين، أو اغتسل وهو عندما اغتسل
ينوي الصلاة أو ينوي الطواف أو فعل لا يصح إلا بالطهارة، أو اغتسل وهو ينوي رفع الحدث الأكبر، هنا يرتفع الحدثين. طيب قال المؤلف: وكذا لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن إيش؟ عن جميعها. على كل حال إذا عدم الماء كان وكان عليه حدث أكبر وكان على بدنه نجاسة، على بدنه نجاسة كيف يعني؟ أصابه كرمكم الله دم على ثوبه أو عذرة أو بول، على بدنه نجاسة وهو عاد من الماء وعليه جنابة، عليه حدث أكبر، فيقول أنه إذا تيمم عنها كلها نوى رفعها كلها، فإن يقول إيش؟ قال هنا: وكذا لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها. هذا كلام المؤلف أنه يجزئ عن الثلاثة كلها، يجزئ عن الأصغر والأكبر، نحن نقول يعني وعن إيش النجاسة التي على البدن أنها تطهر كلها. قال: وإنما بعضها فليس له إلا ما نوى، أي يقصد إن نوى رفع أحد الحدثين وحده، أو نوى طهارة النجاسة وحدها، أو نوى الحدث الأصغر والحدث الأكبر والحدث الأصغر، أو نوى الحدث الأكبر وإزالة النجاسة ولم ينوي الثالث، فليس له إلا ما نوى، لا إيش يطهر إلا ما نوى، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية باب الغسل، وننتقل بعد ذلك إلى باب التيمم. باب التيمم استكمالا لما درسنا قبل قليل، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. هذا بارككم الله، طبعا الصعيد هو وجه الأرض، ما تصاعد منه ما كان في أعلاها من تراب من رمل مما هو في على وجه الأرض، حتى لو كان فيه شيء من الحجارة. وعلى كل حال قصره على التراب دون سائر الأجزاء، دون الرمل ودون سائر الأجزاء الأخرى، يحتاج إلى دليل، لأن الآية فيها: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض. وقوله يمسح وجهه طبعا هذا أولا بإمرار كفيه على وجهه ولحيته، ويعمم الوجه واللحية بالمسح، ثم يمسح الكفين، فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى هكذا، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى، ثم يمسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى بعد أن مسح اليمين باليسار. ولا يجب هنا تخليل الأصابع، لأنه أصلا لم يرد في ذلك نص. وطهارة التيمم مبنية على التيسير والتخفيف والتسهيل، ويجب أن يتيمم مثل ما ذكر
الله سبحانه وتعالى. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو إيش المطلوب. طبعا قال هنا في أنه يكفيه أو يكفيه ضربة واحدة، وهذا هو الذي ورد مثل ما ذكرنا في البخاري ومسلم، يكفيك الوجه والكفان، وإنما في رواية مسلم إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، وقال ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فهذا هو الذي ورد. قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر، يعني مسح وجهه وظهور كفيه أو أحدهما في التيمم أكثر من مسحة واحدة، أو مسح زيادة عن الكف، يعني زاد عن الكف إلى الذراع شوي، هل يجوز؟ نعم يجوز. ورد روايات وآثار عن الصحابة في التيمم بضربتين، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها يديه. في بعض الآثار أنهم زادوا عن مسح الكفين، فهذا يعني جائز، وإن كان المشروع كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، للحديث السابق اللي ذكرناه. وهذا هو الصحيح الذي ينبغي العمل به. المؤلف هنا قال: وله شروط أربعة. أحدها العجز عن استعمال الماء. العجز طبعا عن استعمال الماء له أحوال، له أحوال بيّن المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: إما لعدمه، وهذا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، إما لعدمه يعني لعدم وجود الماء، قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمم. فبين هنا أن عدم وجود الماء سبب من أسباب مشروعية التيمم. الثانية: خوف الضرر باستعمال الماء لوجود المرض، مريض يخشى إذا توضأ بالماء أو اغتسل بالماء أن يزيد مرضه أو أن يموت، فهنا يشرع له ماذا؟ أن يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا بين مشروعية الماء التيمم للمريض الذي يعلم بأنه أو أعلم أو أخبر بأنه إذا استعمل الماء زاد مرضه، أو يترتب على أو قد يترتب على ذلك الموت، الموت أو الوفاة. هذه أيضا حالة أخرى ثالثة، أو برد شديد، يقول المؤلف برد شديد غلب على ظنه أنه اغتسل أو توضأ أنه يمرض أو يموت، فهنا يشرع له أن يتيمم. حديث عمرو بن العاص غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك،
طبعا عمرو بن العاص اجتهد في هذا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وهذا يدل على أن هذا نوع من أنواع العذر. أيضا حالة يمكن تكون رابعة أو عند خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، خاف إذا توضأ أو اغتسل بما بقي معه من ماء أن ينتهي الماء، يا لا يكفي للشرب، يعطش هو أو يعطش من معه أو يعطش ماله، يعطش ماله يعني معه دابته، إذا استعمل الماء هذا يمكن ما تجد ما يمكن ما يجد ما يسقيها، فهذا أيضا لا يكفي للشرب للوضوء، لا يكفي للشرب وللوضوء. فهنا قال أو بين أن هذا عذر لإيش؟ لعدم وجوب أو لجواز التيمم. فهنا قد ينتهي الماء عنه عن أو عن رفقته التي الذين معه أو عن رقيقه أو عن غنمه أو عن بعيره. أما إذا كان معه ماء زائد يحتاجه لا يعني يكفيه ويكفي شربه وشرب هائمة، فلا يجوز له أن يتيمم، فلا يجوز له أن يتيمم. فسواء كان سواء كان هذا يعني كما ذكرنا شربه أو قال أو خوفه، هذا أيضا سبب آخر من أسباب جواز التيمم، خوفه على نفسه أو ماله في طلبه، يعني لو راح أو ذهب يسأل عنه أو أنه يأتي من يعتدي عليه أو يعتدي على محارمه أو يعتدي على سيارته يسرق سيارته، فهو يخشى من هذا أنه يهلك أو يمرض أو يقتله عدو أو يؤذيه أحد، فإذا ذهب يبحث عن الماء أو يسرق ماله أو نحو هذا، يعني كل هذا إذا كان يخشى منه فيجوز له التيمم. وطبعا هذه كلها لا ضرر ولا ضرار، قاعدة واسعة، والمشقة تجلب التيسير، قاعدة واسعة تدل على هذا كله. أيضا من الأسباب أو سبب آخر إعوازه، يوجد الماء لكنه لا بد من دفع ثمن كثير، ارتفع الماء قل الماء وارتفع ثمنه حيث يضر الإنسان لو شراه، فهنا يشرع له أن يتيمم، حديث لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الماء يباع بسعر مثله أو بأكثر من سعر مثله بشيء يسير، أو أنه يباع بسعر غالي ولكن لا يضره شراءه لديه مال كثير، هنا يقولون بأنه يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ أو يغتسل به. فبدلالة الهدي والكفارات، يعني الهدي والكفارة، يعني لو كانت يعني غالية الثمن عن سعرها المعتاد فلا يجب عليه شراؤها إذا كانت تجحف بماله وتضره، لكن لو كانت في سعر مثلها أو أعلى بيسير أو كانت غالية لكنها لا تجحف بماله يستطيع ولا يضره، فنقول هنا يشتريها. طيب
المؤلف هنا يقول فإن أمكنه استعمال في بعض بدنه، فهنا لا يكفي، لا يكفي أو لا يستطيع أن يستعمل الماء إلا في بعض البدن، غسل الوجه واليدين ممكن ومسح الرأس، لكن غسل الرجلين لا، أو غسل الوجه ممكن لكن غسل اليدين غير ممكن لوجود المضرة، لوجود الضرر بذلك. فنقول يغسل ما أمكن غسله بالماء وما تبقى يتيمم عنه، ما يتبقى يتيمم عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه هذا نص في هذا الأمر، هذا بالنسبة للشرط الأول من شروط التيمم، وهو أن يعوزه الماء. وذكرنا أسباب عدة أو صور أو أقسام للإعواز تبين هذه الحالة. الشرط الثاني من شروط جواز التيمم الوقت. معنى هذا أنه يشترط أن يكون التيمم لكل صلاة في وقتها، يكون تيمم كل صلاة في وقتها، هذا معنى كلام المؤلف في اشتراطه الوقت. فلا يتيمم في لنافلة في وقت النهي عنها كما ذكر هنا. طبعا استدل من قال بهذا الوقت شرط بقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، دل على أن التيمم عند القيام للصلاة. وهذا يقولون لا ينبني عليه أنه لا يتيمم قبل الوقت. هذا طبعا فيه أمر عند أهل العلم يختلفون فيه، وهو هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث. هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ومذهب الحنابلة رحمهم الله أنهم يرون أن التيمم مبيح فقط وليس برافع للحدث، ولذلك يرون بأنه إذا تيمم لصلاة الظهر لا بد أن يعيد التيمم لصلاة العصر حتى ولو لم ينتقض وضوءه، أو حتى آسف ولو لم يفعل ناقضا من نواقض التيمم أو الوضوء. أيضا يقولون إذا تيمم للفريضة يصلي بها ما شاء الله في وقتها، فلا يصلي إلا ما تيمم من أجله. فإذا انتهى الوقت فإنه لا بد أن يعيد التيمم مرة أخرى. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ولكن هناك قول آخر وهو مذهب طائفة من أهل العلم، اختار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى الآن، أن التيمم رافع الحدث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدلت هذه الآية على أن التيمم مطهر من الحدث. ومعنى كونه مطهر من الحدث أي أنه يرفع الحدث، فلذا يجوز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها.
ويصلي بهذا التيمم ما يسر الله له من فرائض ونوافل، ولا ينتقض هذا التيمم إذا خرج الوقت، لا ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء. هذا هو الصحيح، وهو القول الأقرب في هذه المسألة، وهو يعني ما يفهم من جعل التيمم بدل. التيمم بدل عن الوضوء، فإذا له حكمه البدل، له حكم مبدل، إلا إذا دل عندنا نص واضح صريح أن البدل لا يأخذ جميع أحكام المبدل ممكن، لكن هنا عندنا نص واضح أن التيمم بدل عن الطهارة، طهارة الماء، فإذا تأخذ جميع أحكامه إلا ما دل دليل عليه، مثل فلم تجدوا ماء فتيمموا، دل الدليل على أنه إذا وجد الماء فإن طهارة التيمم تزول. نعم، فهذا نص واضح. تختلف طهارة التيمم عن طهارة الوضوء بأنها تزول إذا وجد الماء، بينما طهارة الماء لا تزول إلا بالناقض. طيب، الشرط الثالث قال هنا النية، إذا تيمم لصلاة معينة فلا بد أن ينوي التطهر لصلاة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث متفق عليه. يقول المؤلف عشان يبين، وهذا مبني على مذهب أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، إذا تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، هذا كلام المؤلف، وهذا يعني سبق أن طرحناه قبل قليل، أنه لا يكون الفرض إلا إذا نواه عند التيمم. يقول إذا تيمم لفريضة فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها، واستدل له بما روي عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم تيمم للصلاة الأخرى. هذا البعض يستدل به، وهو عند الدارقطني والبيهقي، وإسناده ضعيف جدا، فيه الحسن بن عمارة وهو رجل متروك، ويعني لا يحتج بمثل هذا على مثل هذه المسألة. والصحيح كما ذكرنا سابقا أن التيمم رافع للحدث، فلا يجب فيه أن ينوي الصلاة التي يتيمم لها، بل لو تيمم لكي يطوف فيحق له أنه يصلي، لو تيمم لكي يمس المصحف فيحق له أنه يصلي، لو تيمم ليصلي الظهر يحق له أن يصلي بها العصر والمغرب ما دام لم ينتقض وضوءه بناقض. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، فالتيمم رافع للحدث تماما، مثله مثل الوضوء إلا إذا وجد الماء خلص انتهى. شرط رابع للتيمم وهو التراب، وهذا سبق أن أشرنا له قبل قليل في أول الدرس، بأن هناك من أهل العلم من يشترط التراب، ويقصدون بالتراب التراب الطاهر الذي له غبار. لماذا؟ لقول سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا ولا يمكن أن يمسح منه إلا إذا كان له غبار يعلق باليد، يعلق باليد أثناء الضرب، وهذا قول لبعض أهل العلم أنه لا بد من تراب
يكون له غبار، ولكن هناك طائفة من أهل العلم يرون أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض من تراب ورمل وأحجار وجص وبحص وغير ذلك. في حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا نص عام يشمل الأرض التي فيها رمل والأرض التي فيها تراب، ويشمل الأرض التي فيها حجارة والأرض التي فيها تراب والأرض التي فيها بحث أو جص أو شيء من هذا القبيل وغير ذلك. فهو نص عام. الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقال وتيمموا صعيدا، والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض بغض النظر عن اسمه أو عن غباره أو له غبار أو ليس له غبار. فيجوز أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض، ولا يشترط أن يكون ترابا. وبهذا نتوقف، أو إلى هذا الحد نتوقف، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.